كده اسالك سؤال مهم، وانت الاخبار اللي بنسمعها عندك ما بنسمعهاش في اي حته تانية زي ما احنا متعودين، فعايز اسالك بص دخلتك دي مش مطمنه. عايز اسالك بالتحديد عن مؤمن زكريا وبعض الاخبار اللي خرجت الفتره اللي فاتت ان هو خلاص على وشك التجديد مع النادي الاهلي. عايزين ناخد منك كالعاده معلومه جديده واكيده ان شاء الله لجمهور النادي. هقول لك حاجه امير، يمكن موضوع مؤمن الاعلام قاتله باحسن، ولكن لا اللاعب ولا النادي شاغل بالهم في هذا التوقيت، كله مركز في مباراة وفاق سطيف. طبعا بعد المباراة هيكون في كلام كتير جدا، لما في هذا التوقيت الكل مركز على هذه المباراة المهمة انها تتعاد. مش معنى ده ان الكل باصص للمباراة البعيدة ومحدش باصص لمباراة بكرة، بالعكس بالظبط. فانت تلاقي الجهاز الفني محدش يعني كله مشغول، فبالتالي في مباراة بكرة، مباراة الترسانة، بعدها التجهيز بشكل كبير جدا ومتابعة لاعبي المنتخب، ربنا يستر برضه في التدريبات وفي المباراتين اللي جايين امام سويسلاند تكون الدنيا ماشيه بشكل كويس، يرجع لك لعيبتك واقفه على رجليها. لسه هيبقى عندهم سفر تاني بعد رحله سفر، فانت في حاله من الاجهاد العام وفي حاله من الانشغال التام لدى الجهاز الفني للنادي الاهلي. وانا بقول لك هيبقى في كلام مهم جدا، ولكن ان شاء الله هيكون توقيته بعد مباراه او بعد ان شاء الله اما النادي الاهلي يتخطى عقبته فاق سطيف. لان افضل حاجه سمعتها من الجهاز الفني امير للنادي الاهلي ان نتيجه المباراه في القاهره مش نتيجه كبيره، لا فعلا، وان المباراه صعبه في الجزائر، وبالتالي المضمون ده عند الجهاز الفني عند اللعيبه، ده مطمن الواحد ان اللعيبه حاسه ان عندها مسؤوليه كبيره في المباراه المقبله. طيب استاذنك يا بوب نروح سريعا لزميلنا ومراسل قناه